أخبار اليوم. نادر، نورتنا في بورسعيد. ألف مبروك على الألبوم الجديد. عايزين نعرف النهاردة أو شعورك النهاردة وأنت في بورسعيد وبتتكرم في مؤسسة الحياة. الله يبارك فيك. أولا طبعا كنت مبسوط جدا جدا بالتكريم، ومبسوط جدا إن أنا في بورسعيد النهاردة. شرف ليا، ومدينة جميلة وهادية، وكان بقالي كتير قوي ما جتش، بقالي حوالي 10 سنين ما جتش بورسعيد، بس سعيد جدا جدا، مبسوط قوي النهاردة. كلمة بقى للمشاهدين بوابة أخبار اليوم منك. طبعا أحب أقول أولا إن التكريم ده تاج على راسي، وحاجة من الحاجات المهمة جدا في مشوار أي فنان، مش في مشواري أنا بس. وأحب أقول لكل الناس استنوا مني كل الجديد إن شاء الله، ويا رب أكون عن قصد صمتهم واستمرار في أي عمل أنا بقدمه. عن كليبك بقى الجديد. ماله؟ احساسك ايه بنزول الكليب الجديد والخطوه الجديده دي؟ مبسوط طبعا. جاي ردود افعال الحمد لله كويسه جدا، وفي ردود افعال سلبيه طبعا. انا بهتم بالنقد اكيد، بهتم اشوف الناس وجهه نظرها ايه، وايه اللي ممكن يكون معجبهمش ومعجبهمش ليه. وفي ردود افعال تانية بتبقى قاسيه شويه، او بلاقي فيها شويه يعني نقدر نقول الناس بتزودها حبة، بس عادي يعني اتعودت على ده، وسعيد جدا جدا برد فعل الكليب. شكرا لك.